أهلا بحضراتكم من جديد، وكل سنة وحضراتكم طيبين، وكل أقباط مصر بخير وصحة وسلامة، وإن شاء الله عام جديد مليء بالصحة والمحبة والسلام. زي ما كنا بنقول لحضراتكم، خلاص بدأت الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد في عدد من الكنائس. دلوقتي بينضم لنا على الهواء مباشرة زميلي رامي محمد، مراسل التاسعة من الكنيسة الأسقفية بالزمالك. يا رامي مساء الخير عليك، وكل سنة وانت طيب، ان شاء الله سنة سعيدة علينا جميعا. ويعني لو تنقلي كده الأجواء الاحتفالية الموجودة عندك. مساء الخير هدير، مساء الخير على كل متابعي التاسعة، وسنة سعيدة علينا جميعا. أنا الآن متواجد داخل الكنيسة الأسقفية الإنجليكانية بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك، وساعة 8 بالضبط انطلق قداس عيد الميلاد هنا الخاص بالطائفة الأسقفية. نتكلم كمان على عدد من الفعاليات وكمان الأجواء البهجة وأجواء العيد ومظاهر الاحتفال اللي بدأت من منذ الساعة يمكن الثامنة، وبعدها بعدد وقبلها كمان بعدد من الأوقات والأيام. كان فيه هنا كمان قداس من فترة قريبة، ده الخاص بالطوائف اللي بتحتفل بالعيد وفقا للتقويم الغربي. كمان بنتكلم عن حضور كبير لشعب الكنيسة، وكان فيه حضور قبل انطلاق القداس اللي هو انطلق برئاسة المطران سامي فوزي، وهو رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية الخاص بالكنيسة الأسقفية الإنجليكانية. وكمان استقبل عدد كبير جدا من الضيوف قبل انطلاق القداس. كان موجود عدد من كبار الشخصيات، من الفنانين ومن الزوار، من جميع مؤسسات الدولة المصرية، ومن الأزهر ومن الأوقاف. وشعب الكنيسة كان يعني أبدى مظاهر الاحتفال بإضاءة أنوار الكريسماس، وكمان تزينت الكنيسة بدق الأجراس وأيضا الكثير من أجواء الكريسماس هنا. بنتكلم كمان عن رسائل مهمة جدا خاصة بالمحبة والسلام والتوحد، وأيضا أن يكون نعم الأمن والأمان على مصر والعالم أجمع. أجواء العيد متواجدة هنا في الكنيسة الأسقفية بالزمالك بشكل كبير جدا ما بين الأساقفة وأيضا شعب الكنيسة، ومستمرين في متابعة هذه الأجواء. عودة إليك مرة أخرى. شكرا ليك يا رامي. ومن رامي نروح لكريم بيبرز، موجود معانا دلوقتي من كنيسة القديسة تريزا للأقباط الكاثوليك بالشرابية. ومساء الخير عليك يا رامي يا كريم، وكل سنة وانت طيب، والكثير من رسائل الأمل والمحبة والسلام مع هذه الأجواء الاحتفالية بالعام الجديد. تحياتي ليك يا هدير، وتحياتي لجميع السادة المشاهدين ومشاهدي برنامج التاسعة والقناة الأولى. يعني فعلا هنا من الشرابية مظاهر الاحتفال دايما ليها طابع مصري خاص. يعني يمكن العائلات بتيجي هنا الكنيسة علشان تحتفل يومها وتبدأ يومها بالصلوات، الصلوات الخاصة بعيد الميلاد المجيد، ميلاد عيسى عليه السلام. يمكن العائلات بتيجي معاها أطفالها، بيتزينوا بيلبسوا ثياب العيد وبيبقوا موجودين هنا، يبتدوا صلاتهم مع بعض. كمان الأطفال يمكن بيشاركوا، كمان بيلبسوا لبس الشماسين ويبتدوا يشاركوا في الصلوات المختلفة والترانيم المختلفة. الصلاة دايما بيبقى ليها طابع خاص. هنا النهاردة 25 ديسمبر أو ليلة 25 ديسمبر بيبقى يكون، وهو الجانب الكاثوليكي أو على التاريخ الغربي. يعني هنا في مصر المصريين بيحتفلوا هنا بالتاريخ الكاثوليكي 25 ديسمبر، واللي بيفرق 13 يوم عن التاريخ الشرقي اللي هو بيكون 7 يناير. يمكن دايما في التساؤلات اللي احنا عارفينها ما بين اختلاف ميلاد السيد المسيح عليه السلام ما بين 25 ديسمبر و7 يناير، ولكن ده بيرجع للقرن ال16، بابا جريجوري بابا في ذلك الوقت اللي قرر ان هو يراجع تاني التوقيتات الخاص بدائرة الاعوام، واللي هو بيبقى العام 365 يوم و6 ساعات، ولكن بعد كده اكتشفوا ان هو 365 يوم و5 ساعات و48 دقيقه، بقى في فرق تقريبا 11 دقيقه. ابتدوا يجمعوها على مدار السنين اللي فاتت، فرق الدقائق دي، لحد لما وصلت لتقريبا 13 يوم. عشان كده هو ده الفرق. فضل الجانب الشرقي بيحتفل بيها في 7 يناير، والجانب الكاثوليكي هنا المسيحيين الكاثوليكيين في مصر بيحتفلوا في 25 ديسمبر. مش بس بتقتصر الاحتفالات هنا في الكنيسه او في مصر، المصريين مش بيقتصروا بس على الصلوات داخل الكنيسه، ولكن بعد
الصلوات اللي بتمتد لساعات وساعات في ليلة 25 من ديسمبر بيجتمعوا كمان المظاهر العائلية الجميلة في الاحتفالات، بيجتمع العائلات في البيوت، وكمان ناقشت مع الشباب الصغيرين والمواطنين اللي كانوا موجودين هنا النهاردة عن ازاي بيحتفلوا بيخلصوا صلاتهم مع بعض ويبتدوا يجتمعوا في بيوتهم ويشاركوا مع بعض ويصلوا مع بعض وكمان ويحتفلوا بالعيد سوا ويلبسوا الهدوم الجديدة، وبيبقى يوم مميز ومختلف. علشان كده كل سنة وكل المصريين بخير، والآن عودة ليكي مرة تانية يا كريم بيبرز. أنا بشكرك شكرا جزيلا، وأيضا رامي محمد بشكركم شكرا جزيلا. حقيقة الأجواء كلها رسائل أمل ومحبة وبهجة، الزينة وصوت الترانيم، يا رب دايما المصريين في رباط إلى يوم الدين، دايما شعب واحد ومتماسك. كل سنة وكل المصريين بخير وصحة وسلامة.